إنك محق تماما، فكل شيء بلا معنى، لا أحلامك ولا أمانتك الذي تريد، ولا حتى العيشة الهنيئة التي كنت تعيشها، فكلها سيئة إذا مزقتها الصخور. كلنا سنموت يوما ما. هل يعني هذا أن الحياة بلا معنى؟ هل كان هناك حتى هدفا لولادتنا؟ هل تستطيع قول هذا لمن مات؟ أكانت حياتهم بلا معنى؟ قطعا لا. فما نفعله في حياتنا يعطي قيمة لحياتهم. مات الشجعان ومات الجبناء، نحن من سيتذكرهم؟ من بقي على قيد الحياة؟ ونحن سنموت وكلنا ثقة بأن من سيخلفنا سيجد معنى لحياته. فاغضبوا يا جنودي، واصرخوا يا جنودي، قاتلوا يا جنودي.